السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أسلحة الصيد. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم واحد البندقية هوائية، هي 5.5 صنع تركي اللي سميتها أسيلكون. غنخليكم تشوفوا الشكل ديال البندقية إن شاء الله، وغادي نحاول نهضروا على لي ديتاي والمكونات ديال البندقية وشنو اللي موجود في هذه البندقية هذه. حنو نبداو من لاكروس، كنشوفوا لك خاص ريغلاب نقدو نطلعوها ونهبطو عندكم جوج ديال الفيسات من هنايا. فوالا كتطلعوها ومن بعد كتزيرو لي فيس. بندقية تركيا عيار 5.5 19 جول لي ما كايناش حاليا عندنا في المغرب مع الاسف. كما كتشوفوا عندها لو بواني بيستولي لي ريبليك ديال البنادق اللي هما ديال بصح بواني بيستولي. عندنا باش كنعبئوا البندقيه كما كتشوفوا سيكوريتي اي سيكوريتي، ولا بغيتو تحيدوه بهذه الطريقه. الحقيقة السيكوريتي كيمشي خفيف، كيمشي بواحد الطريقة سهلة وتيرجع. بالنسبة باش تعمرها كما قلنا البواني كتردو اللوطا من قدام، غنوريكم الطريقة من بعد. عندنا جوج ديال المانومتر اللي كتشوفو هنايا، وحدة كتعطينا العبار ديال الأنبوب اللي هو 500 سي سي، والثانية كتعطينا لو ريغيلاتور ديال لا بريسيون أليستون MX8 كما شفتوا معايا الإخوان. وهنا عندنا كما كتشوفوا الأنبوب تبارك الله قدو قداش كبير. وهنا كما كتشوفوا الكانو، وعندنا المنظار اللي هو 10-40x50. البندقية ممكن نضربو بها البعد أو القرب، كتصلح لنا الجوج ديال الإمتيازات اللي قلنا نستعملو. بالنسبة لي شارجور، أول مكان فين كنديرو لي شارجور كما كتشوفوا عندنا ثلاثة ديال لي شارجور. ملي كتشريو البندقية كيكونوا عندكم غير جوج، الأخ لي شرا البندقية زاد شرا واحدة أخرى باش يكون عندو أون بليس. من هنا كنديرو شارجور ديال لي بلون. المنظار كما كتشوفوا هو منظار أمريكي في الأصل ديالو، 10-40 مضربة في 50. بالنسبة للكانو، الامتيازات اللي فيه ممكن نحيدو هاد الفيس هذا، الإخوان اللي تيبغيو يضربو بالبنادق بسيلونسيو وممكن نركبو ليها السيلونسيو ديالها، كتولي بندقية صامتة مكيكونش فيها بزاف ديال الصوص. وحتى الشكل ديال البندقية كيختلف، ملي كدير لها السيلونسيو تيتزاد في الحجم ديال الكانو. والبندقية تبارك الله الشكل ديالها زوين من ناحية ديال البلاستيك، باش نتسناها البندقية فهو البلاستيك الصلب اللي ميمكنش يتهرس بطريقة عادية، اللي هي في الحقيقة البندقية زوينة. كما كتشوفوا معايا هنا عندنا القرص هنايا، من اغلبيه ديال البنادق ملي كنشوفوا القرص كنلقاو لا سيكوريتي حدا هنا ولا هنا، هادي نو من بالعكس كنلقاو لا سيكوريتي من هاد الجهه. الكولور ديالها كما كتشوفوا كحل، ان شاء الله غادي نحاولوا نجربوا عليكم في الرمايه باش تشوفوا القوه ديالها. لي بلون اللي غادي نستعملو ان شاء الله غادي نجربوا لكم باراكودا 1.37 غرام، وضروري يكون فيها مينيموم 25 جول باش ممكن نضربو بهاد الغرام. يعني مكانش 25 جول مغاديش تمشي بلا بيتاس، لا تحتاجو حيت الغرام شوية ثقيل وتمشي البعد إلا بغيتي تضربو البعد. غادي نوريكم كيفاش دير الشكل ديال الغرام إلا بغيتي. فوالا إخوان، باراكودا كيما قلتلكم 1.37 غرام كتمشي بعيدة كما كتشوفوا الشكل كيفاش داير.
هكذا ان شاء الله نجربوا لكم في الرمايه. كتبقى من البنادق اللي مزيانه واحسن ما كاين حاليا في السوق بالنسبه للبنادق العواليه لي بي سي بي، اللي هو الثمن ديالها ما بين 700 اورو حتى 1000 سا ديبون الاسواق ولي سيتي الانترنت 700 اورو ولا 800 اورو كما كتشوفوا. بالنسبه الرجلين ممكن تقصرهم وطولهم، اخوان تعرفوا هادشي ماشي شي حاجه جديده عليهم. بالنسبه للاخوان اللي كيبغيو فوالا ملي كتعبئوها وما كتبغيوش تضربوا او لا سميتو في نفس الوقت، مثلا غادي تجروها تبركوا على القرص وتطلقوا بشويه في نفس الوقت وانتما خويتوها من الريح بلا ما تضربوا ولا تبيركوتيو القرص كما قلنا لا سيكوريتي. وانتما كما شفتوا جابتو تقارنوها مع جامو، ندير لكم حداها باش تشوفوا الاخوان. دابا الاخوان غادي يقول لي كيفاش كتكون جامو حداها، هانتوما تشوفوا بعينيكم جامو كتبان صغيره قدام الاخوان. سوف جامو اللي كنت ديجا وريتها لكم وجربتها لكم حتى هي 5.5. بالنسبه للحاجه اللي ما هضرش غير البندقيه هي يعني هي لي جول كتجيكم فيها 19 جول، ولكن ممكن تبدلوها تردوها ما بين 54 حتى 62 جول على حسب الاختيار ديالكم. وتيجيو معكم لي بياس كيكونوا لي جوان، هانتوما الاخوان لي جوان والريغيلاتور تاعو هنايا مع لي فيس. وبالنسبه للبندقيه ممكن تبدلو القوه ديالها كما حبيتو، واخا كتوصلكم 19 جول 19 القوه ديالها، ولكن ممكن تبدلوها ما بين 54 62. سوف جامو كتلعب ما بين 52 64 جول تاع هي كما شفتوا ديجا قدمناها لكم. جامو مختلفه شويه، ولكن هذه البندقيه تركيا اسيلكون كتبان كبيره عليها وصحيحه عليها. نديرها لكم باش تشوفوا كيفاش دايره انتما الاخوان، ولا باش تقارنوها مع الاف اكس سويد الشبح الاسود انا كنسميوه انتما الاخوان الشبح الاسود. ان شاء الله ندير لكم فيديو عليها نشرح لكم حتى هي بالديتاي شنو واقع في هذه البندقيه، حيت فيها بزاف ديال الحوايج اللي هما مختلفين على جامو. انا نزل لكم غادي تشوفوا كيفاش كتحط جامو او اسيلكون. اسيلكون كتبان عامره وصحيحه في الشده ديالها، ثقيله شويه بالنسبه للثقل، اسيلكون ثقيله شويه على جوج البنادق اللي وريتكم. وان شاء الله غادي تشوفوا هذا الفيديو، هذا هو الاول قبل ما نقدم لكم هذه البندقيه. ان شاء الله نقدم لكم ديجا البندقيه اللي قدمت لكم، وان شاء الله نهضروا على اف اكس ان شاء الله من اليومين و 30 اخوان. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتبارك عليكم حتى الحلقه الجايه.